فاشل، انا فاشل، ما حققتش اي حاجه في حياتي، انا اللي ربنا خلقني انا هسقط، انا حياتي كلها منيله بنيله. اينشتاين قال كل الناس عبقره، بس لو حكمت على السمكه من قدرتها على تسلق الشجره هتعيش طول حياتها معتقده انها غبيه. يعني بالبلدي كده، في علم النفس قانون اسمه انا زائد اي حاجه. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تقول لنفسك جمله انا فاشل، جمله انا فاشل المخ بياخدها بيحولها تلقائيا من جمله لفكره لاعتقاد لايمان، وبيبدا يعممها على كل حاجه في حياتك، فتبدا تفشل في البيت وفي الشغل وفي علاقتك مع الناس. يعني ببساطه، شوف الحاجه اللي انت عبقري فيها وحاول تنميها، ومش شرط عشان واحد صاحبك عنده موهبه معينه او عبقري في حاجه معينه يبقى لازم ربنا يكون خلقك عبقري في نفس الحاجه او عندك نفس الموهبه. بالعكس، ممكن يكون عندك انت موهبه مش عنده هو، عشان كده ربنا خلقنا مختلفين. الاختلاف نعمه، الاختلاف نعمه. وعلى راي احمد مكي، ما تحاولش تبقى اي حد تاني غير نفسك. دور بنفسك جوه نفسك، ما تكسلش وقوم قلب ودور، هتلاقي مستك صدقني، هتلاقي مستك. دور بنفسك جوه نفسك، موجودة والفشل موجود، بس برضو النجاح موجود. وزي ما في ناس كتير قوي نجحت في حياتها واحنا بنبص لهم على انهم مثل اعلى لينا، برضو احنا ممكن نعمل حاجات في حياتنا تكون مثل اعلى لناس كتير قوي في حياتنا. كل واحد عقليته متميزة عن غيره. نيوتن مثلا لما التفاحة وقعت على راسه ما قامش ساب الديل للشجرة ان هي وقعت التفاحة، بالعكس ده فكر ازاي نزلت وركز في التفاصيل لحد ما وصل لقانون الجاذبية. اي نعم، قانون الجاذبية مطلع عين طلبة ثانوي في الفيزياء وطلبة هندسة، بس هو اوريدي وصل لقانون دلوقتي، غير مصير العالم بعد كده. كل الحكاية مفيش حد اتولد من بطن امه عالم ولا غني، كل الحكاية انك المفروض تحاول عشان تنجح، ما تبقاش سلبي، وحط في دماغك هدف تحاول تفيد نفسك منه بعد كده. ما تكونش عايش اليوم بيوم وخلاص ابوك وامك واهلك بيصرفوا عليك، قوم اعمل حاجة مفيدة في حياتك. ربنا قال في القرآن افحسبتم انما خلقناكم عبثا، يعني اكيد ربنا خلقك مش عشان حاجة تافهة، لا ربنا خلقك عشان تعمل حاجة معينة في حياتك. يعني حط في دماغك انك مش هتعيش حياتك ويكتبوا على قبرك بعد ما تموت شاب عاش عادي ومات عادي. العالم لو افترضنا ان فيه 7 مليار واحد، يعني 7 وجنبها صفار كتير جدا، اكيد ربنا مش خالق الستة تسعة 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 تسعات كتير قوي دول عشان حاجة معينة وخلقك انت عشان تكمل الرقم بس، لا ده خلقك انت عشان تعمل حاجة تضاف للارقام الكتير دول. انت مش ممكن تغير بس نفسك، انت ممكن تغير اللي حواليك وممكن تغير العالم كله. ما ببالغش، انت ممكن تغير العالم كله، ممكن تغيرهم عن طريق موهبتك، فنك، علمك، طريقتك في الكتابه، صوتك، ممكن تغيرهم عن طريق حركه بتعملها جسمك. ومش عشان حاجه وحشه حصلت لك في حياتك يبقى انت حياتك كده انتهت خلاص، لا دي اختبارات من ربنا، واختبارات ربنا دي بيعملها لنا عشان يشوف احنا قد الحاجه اللي هتحصل لنا دي ولا لا. يعني حط في دماغك ان الفشل اساس النجاح. ايه الفشل اساس النجاح؟ الفشل اساس النجاح. يعني مثلا كان في واحد هو عنده 11 سنه كان بيلعب كوره في النادي بتاعه بره، هو بيلعب المسؤولين لاحظوا ان هو طوله قصير عن بقيه زملاته، فلما راحوا كشفوا عليه لقوا ان عنده نقص في هرمون النمو. ايه ده نقص في هرمون النمو؟ يعني معاق. طردوه من الفريق. بعد ما طردوه من الفريق اللاعب ده ما كانش لاقي اي فريق يلعب فيه ابدا ولا اي نادي راضي يقبله. عارفين مين ده؟ ده ميسي. ميسي اللي خد احسن لاعب في العالم حوالي 5 مرات. شوف فشل، بس فشله ده عاقه؟ لا، فشله كان اساس نجاحه بعد كده. وفي واحد كمان اترفض 56 مره بحجه ان عروضه غامضه واستحاله الناس هتفهمها. مين ده؟ ده شارلي شابلن، اول ممثل امريكي مصدق عالميا وحايز على جائزه الاوسكار واشهر ممثل في السينما الصامته. حاول تبدا بعد كل وقوع كنوع من التحدي والعند، مش عشان انت قوي ما حصلتش، لا عشان انت لازم تعمل كده. وحط في دماغك شويه قواعد لازم تمشي فيها في حياتك، القواعد دي لو مشيت فيها في حياتك هتبقى انجح واحد في الدنيا واسعد واحد في الدنيا. محدش هيفضل مهتم بيك لو فضلت زعلان ومكشر على طول، لان بصراحه محدش ناقص حزن يعني. فكون بخير وواصل حياتك طبيعي وحاول تستوعب حزنك لنفسك. متضايق ومش عايز تتكلم؟ قول كده ببساطه. حاجه بتزعلك ما تعملهاش. شخص ما عدتش بتثق فيه؟ سيبه يمشي في هدوء. حاجه بتتعبك نفسيا؟ امسحها. حد قالك انه ما عادش عايزك في حياته؟ اتقبل الموضوع وادعي له، ده حياته الشخصيه. ما عدتش عايز حد في حياتك؟ قول له وعبر له على الاسباب. ما تردش على حاجه وانت مضغوط عليها، ومش عشان كل الناس قالت رايها انت لازم تقول رايك، بالعكس وقتك المناسب انت اللي بتحدده مش الناس. غلطت؟ مفيش مشكله، هتغلط تاني بس اتعلم. حد غلط؟ عادي، هو زيه زيك، كلنا بنغلط. من الاخر، ركز على الجزء الكويس من البشر واتعب. اتعب علشان كده كده هتتعب. هتتعب لو عشت مالكش لازمه من غير هدف، وهتتعب لو عشت ليك لازمه وليك هدف، بس ساعتها التعب هيكون لي لازمه وهيكون لي ميزه. بس نصيحه، لو كده كده هتتعب، اتعب علشان حاجه تستاهل، اتعب علشان حاجه تنفع الناس في الدنيا وتنفعك انت في الاخره، ساعتها ربنا يفرحك في الدنيا في الاخره. شكرا.